إن شاء الله الثلاثاء الموافق 10/8/2021 تسلمت مديرية أوقاف القاهرة باطن. تستقبل مديرية أوقاف القليوبية اليوم الثلاثاء الموافق 10/8/2021 الدفعة السادسة من لحوم صفوف الأضاحي وقدرها 3 أطنان، وبذلك يصل إجمالي ما تسلمته المديرية حتى الآن 22 طن. اليوم بفضل من الله تبارك وتعالى تصل الدفعة الخامسة لمديرية أوقاف الدقهلية على 3 طن لحوم صفوف أضاحي، ليكون إجمالي ما تم إيصاله لمديرية أوقاف الدقهلية 18 طن. اليوم الثلاثاء الموافق 10/8/2021 مديرية أوقاف الشرقية استلام الدفعة الخامسة من لحوم صخوك الأضاحي بكمية 3 أطنان. وصل الآن الدفعة الثالثة من صخوك الأضاحي كمية 4 طن. اليوم الثلاثاء 10/8/2021 مديرية أوقاف المنيا تتسلم الدفعة الخامسة من لحوم صفوف الأضاحي صنة 4 أطنان، يصل مجموع ما تم وصوله إلى مديرية أوقاف المنيا من لحوم صفوف الأضاحي إلى 20 طن.